الإضافة البسيطة اللي راح أشارككم فيها من أبسط الإضافات اللي ممكن تضيفوها لحياتكم، والحلو إنها ما بتاخذ لا جهد ولا وقت، فقط راح نضيفها بكل بساطة لمهاماتنا الأساسية اللي ما بتاخذ منا جهد بدني. يا ترى شو هاي الإضافة؟ كتير منا بيعمل إنجازات بتحتاج لمجهود بدني وبيكون لحاله. مثلا أغلبنا من كلا الجنسين منضيع وقت كتير وإحنا نسوق بالأزمات، أو ممكن حتى نقضي هذا الوقت بالمواصلات، وإحنا كمان ستات البيوت منضيع وقت وإحنا ننظف ونكنس ونمسح وبنبذل مجهود بدني فقط. وكمان بنقدر نحكي لعب الرياضة والمشي. خلال مرور هذا الوقت ليه ما نضيف له إضافة بسيطة مثل سماع إشي مفيد مثلا؟ ما تتخيلوا هاي الإضافة قد ايه عملت فرق كتير كبير بحياتي. استغلوا الوقت وإنتوا بتشتغلوا بالبيت أو عم بتسوقوا أو حتى إنتوا عم تستنوا دور كبير، وحتى لو إنتوا على مقاعد الدراسة اسمعوا البرامج اللي إلها علاقة بالمواد اللي إنتوا بتاخدوها. ما الوقت مارق مارق، ليه ما نستغله بإضافات بسيطة مثل هيك؟ صدقوني مو صعبة أبدا، هي راس مالها بس شوية سماعات، جاكيت إله جيبة، ولو عندكم حتى إيربودز بيصير الموضوع كتير أسهل. أنا مثلا من أول ما بلشت أضيف هاي الإضافات لحياتي قدرت تقريبا أسمع أغلب حلقات الدكتور إبراهيم الفقي الله يرحمه، رائد التنمية البشرية. ما تتخيلوا قد ايه هاي الحلقات فادتني وحسنت كتير بحياتي بشكل رهيب جدا. وكمان خلال رحلة دراستي بحكم إني أم عاملة كنت أستغل وقتي بتنظيف البيت بسماع برامج إلها علاقة بالمواد اللي كنت أخدها بالجامعة، كنت بوسع مداركي وأنا أشطف أجلي أكنس عادي، إيش فيها؟ استغلال الوقت وإدارته بشكل صحيح كنز، صدقوني استغلوا كل دقيقة واستمتعوا بالإنجازات. وما تنسوا إنه تحسينات صغيرة بتصنع فرق كبير عشان تاخدوا عايزوا الحياة. بتمنى يكون عجبكم موضوع حلقتي لليوم، شاركونا باسم برنامج أو بودكاست ممكن نسمعه بطريقنا وإحنا بنبذل أي مجهود بدني، وما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب إذا عجبتكم حلقتي، وإذا ما عجبتكم بحبكم كتير ودمتم سالمين.